ربا 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 رجلي العزيز، حبيبي، صديقي، زوجي، ما في فرق، كل الألقاب تنطبق عليك. بعرف إنك بتستاهلها كلها، بس ما بعرف إذا كنت أنا بستاهلك. مشان هيك بترجاك تفكر منيح قبل ما تقرر. إذا كانت الشفقة هي اللي بدها تجيبك لعندي، كرمالي لا تجي، خليك بعيد، روح كمل حياتك أو بلش بحياة جديدة. دور على الحب اللي كل عمرك كنت عم تحلم إنك تلاقيه، وإذا صار وصادفته تمسك فيه منيح، لأنه أنا كمان بأقل من الحب ما رح أقبل. جيبه معك وتعال، رح تلاقيني ناطرتك. تعال، مو لأنك وعدتني تجي، ولا لأنك بتعرف إني ناطرتك، مو لأنك قلت كلمة وما بصير ترجع فيها، ولا لأني فرحت لما سمعتها منك. إذا بدك تجي بترجاك لا تجي إلا لسبب واحد، إنه بدك تجي، أنت بدك. أنا وياك منعرف إنه في قدامك 100 طريق وطريق، فيك تختار أي واحد منهم، وأنا وياك منعرف إنه في كتير طرقات أسهل وأقصر من طريقك لعندي. لهلأ عندك فرصة تنسحب، لهلأ فيك تقول أنا بطلت وما عاد بدي، بس إذا حسمت أمرك واخترتني من بين 100 طريق اخترت الطريق اللي بيجيبك لعندي، حط ببالك من هلأ أني ما بقى أسمح لك تغيره. حط ببالك أنه على قد ما بحبك ما بقى يكفيني منك الحب وحده. أنا بعرف أنك بتحبني، وبوعدك أني ما طالبك تضل تحبني، بس أكيد ومن هلأ ولبعد عمر كامل لقدام، بكل لحظة وبكل ثانية ودقيقة ويوم وأسبوع وشهر وسنة، رح ضل أطلب منك أنك تحترمني. تأخرت عليك ما؟ شو ساوي يعني؟ عندي حكي كتير بدي إلك يا، عندي مشاعر وأحاسيس كتيرة بدي عيشها معك، عندي أحلام يا لطيف، شو عندي أحلام وجاي على بالي نحلم فيها سوا. هي العمى على هالنسوة، تخيل كنت بدي انهي هالرسالة من غير ما اقول لك وين انا. صلاح، انا رجعت على بيت اهلي، رجعت لحتى اقول لامي سامحيني. بعرف اني خذلتك، مو لاني ما طلعت بشبهك، لا، لاني ما قدرت اشبه حالي. رجعت لاقول لاخواتي سامحوني، مو بس لاني وطيت راسكم، كمان لأني ما عملت شي بحياتي أقدر أرفع رأسي فيه. إذا ما بيمسح الفضيحة إلا توب الكفن، أنا قبلانة ألبسه.
بعرف إنه هالدنيا عطتني فرص كتيرة، ياما مدت لي إيدها وسندتني لحتى ما أوقع، وياما مسكتني من إيدي وقالت لي من هون وشدتني لعندها، ياما لوحت لي من بعيد ومن قريب، بس أنا ما انتبهت. رجعت اليوم لحتى أنا مدلها إيدي، لحتى إلا لا تزعلي مني، ما عرفت قيمتك، مشان هيك ما عرفت قيمة حالي. بدي إلا يا دنيا أعطيني فرصة أخيرة، أعطيني فرصة وبوعدك هالمرة أتمسك فيها، بوعدك إني رح أعمل المستحيل لحتى ما أضيعها. إذا صدقتني وعطتني هالفرصة رح أكون ناطرتك ببيت أهلي بين أمي وأخواتي، ولما تدق الباب رح أقوم أنا أفتح لك، رح أسحبك من إيدك لعندهم وأقول لهم هذا رجلي، هذا البني آدم اللي علمني الحب. إذا الدنيا ما رضيت تعطيني فرصة أخيرة صدقني ما رح أزعل. تعرف ليش؟ لأنها بتكون حسيت إنه في حدا تاني بيستحق أكتر مني، وهالحدا هو أنت، وهالحدا هو أنت، وهالحدا هو أنت. شبك شوفي فؤاد، شلون دريني عرفت بصته مع ربا؟ ليش مو انت اللي خبرته؟ لا مو انا، لما وصلت لعنده كان عرفان كل شيء. مين قال له؟ ايه وانا شو بيعرفني؟ ليش عم تسألني لي؟ شلون شو بيعرفك؟ ما حدا بيعرف اني نازل لعنده على المكتب غيرك. مين قال له؟ ايه مو معناتها انه انا اللي خبرته. لكان مين اللي خبره؟ شو بيعرفني؟ ولك كان ناطرني، كان ناطرني من المكتب. عم تخونيني ولا ايه؟ عم تخونيني! مش مو احسن! ما خلق الله!